شيف غادة، يا اهلا وسهلا. تمام احكي لي شو بدك تعملي التب اليوم. بص التب بتاعتي انا سهله جدا. اوكي. الصدر الفراخ انت عارف دايما ناشف، صح؟ ما بيبقى سهل يبقى يا صعب يبقى طري. فالنهارده احنا بدل ما نتبله هنحقنه. النهارده بس احنا هنحط له ميه بصل، ملح، فلفل، ليمون. انت عارف طبعا الليمون لانه اسيدك شويه فبيطري الفراخ، فهندخلها جوه عشان يتغلغل ويطري صدر الفرخه بتاعك. هنهري البصل بتاعنا الاول. البصل جاهز. يلا بعدين هناخده. اوكي. وناخد العصير بتاعه. عصر لنا الليمون. يلا حاضر لو سمحت. حط لنا بقى هنا الليمون بتاعك. هاي الليمون. اوكي. وحط لنا شوية ملح وفلفل. ملح. اي حاجة بقى عايزين تتحط زيادة، بابريكا، اي حاجة، اي حاجة. حسب الرغبة. حسب الرغبة. احنا النهاردة حاطين حاجات بسيطة، بس الحاجات دي هتخلي لي صدر الفرخة من جوه كتير طري وجوسي كده. يا سلام. خلاص. دينا. طيب دي الحقنة بتاعة الديك. أوكي. بس شايف يعني بتستحمل شوية شوائب. فهمت عليك. دي اللي جبناها من الصيدلية، فلو هنستعمل دي لازم نستعمل صفاية. الشاشة. حلو. فجبنا شاشة دي، بنصفي العصير اللي هنا ده فوق الشاشة دي. أوكي. أكتر من مصفى الصراحة يعني. ناخد طيب. بقى صدور الفراخ اللي عندنا، وعلى أوكي. فكرة أي حاجة يعني لو فخدت خروف اي حاجه عندنا بنحط لها كده شويه هنا شويه هنا شويه. اي حد كان نفسه كمان برضه نحطهم برضه بعطيها كمان. اي حد كان نفسه يكون دكتور يحقق امله في المطبخ. يا سلام. هذا هو الحل. يا سلام. خلاص دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ ندخلها الثلاجه ساعتين كده تقريبا علشان الحاجات اللي احنا حاطينها تتغلغل جوه اللحم وتعطيها تاخد النكهه وتطلع بقى عندنا الصدر الفرخه كتير طري وجوسي كده من جوه. شوي بقى فوق على الشوايه او على الفحم او حلو. في الفرن. حلو. كله تمام. حبيتها شيف. حبيتها. طب الحمد لله. شكرا شيف.